كم قسم؟ ثلاث أقسام. الأول محبة مع الله، حكمها شرك أكبر مخرج من الملة، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثاني محبة طبيعية جائزة بشرط ألا تقدم على محبة إلا محبة الولد الوالد الزوجة، صح؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الثالث محبة في الله من أوثق على الإيمان، واجب تحب من في الله، العمل والعامل والأزمنة وأمكنة، وضده تبغض في الله العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. جزاك الله خيرا. غير ماذا أخذنا يا أخوان؟ ها الشيخ محمد، قلنا لم يكتب المؤلف رحمه الله مقدمة لكتاب، لماذا؟ قال سقطت من بعض النساخ أو اقتداء بالبخاري رحمه الله تعالى، لم يكتب مقدمة، أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، أو أن الأبواب الخمسة كالمقدمة، أو أن كتاب التوحيد هذا أدل على المقصود، لا داعي أن يكتب مقدمة. أوقف الشيخ، أعطينا فائدة يحسن السكوت عليها، لا تجلسوا أنتم الاثنين. نعم أوقف. أوجب الواجبات إيش هو؟ أيوة، وتفسير التوحيد، المقدمة فيها أبواب خمسة، وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضده والدعوة إليه. نعم الشيخ، فائدة. تبرك انقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وممنوع. المشروع إما أن يكون بأمر شرعي كالتبرك بقراءة القرآن، أو بأمر حسي مثل ما يعني كتب الأئمة مثلا انتفعت الأمة بها، كتب الإمام النووي رياض الصالحين مثلا والجامعة الإسلامية. وإذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع، شرك أصغر وقد يصل إلى أكبر، مثل التمسح بالمشايخ بالعلماء بالجدران بالكذا. وبعض الناس قال عندي خاتم، إذا لبست الخاتم صح أو كذا أو كذا. نعم الله أعزك خير. ها يا أخي قرب 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 مع التباعد. نعم يا أخي، محبة ذكر المحبة غير المحبة. أقسام الدعاء، انقسم الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، ودعاء المسألة انقسم إلى قسمين، فيما لا أقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما أقدر عليه المخلوق يقولنا يصح بشروط أربع، حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. نعم أوقف. الشرك الأكبر شرك العبادة والمحبة، شرك الدعاء وشرك المحبة وشرك الطاعة وشرك النية والإرادة والقصد. نعم قلنا الكتاب هذا 67 باب، وممكن أن نقسم الكتاب نفهرس الكتاب إلى 10 أقسام. الأول مقدمة 5 أبواب، والثاني تفسير التوحيد، وقلنا فسر التوحيد بضده، والثالث يا رجل فاهمك أنت الأدلة البراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وأسباب الكفر، ودعت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة العربية، وأعمال الشيطانية وأعمال القلوب والأسماء والصفات ومن أهل اللفظية ألفاظ الشركية وبعض الشركيات والخاتم. اجلس غيره. ها يا أخواننا ساعة ونحن نتكلم. نعم يا أخي، أوقف. شروط الدعوة إلى الله، الإخلاص، علم شرعي، الحكمة، معرفة حال المدعو أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، والصبر. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ نصيحة العلماء، عناية العلماء بكثرة الشروحات عليه، أنه ركز على توحيد الألوهية ولم يترك توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الدليل أفضل شيء أنه الدليل من كتاب والسنة، معاصر رد على الشبه التي يأتي بها للشرك في زماننا، صح؟ حسن التبويب والترتيب والتصنيف، وقطعة من صحيح البخاري وغيره، ولم يذكر شيء من كلامه. نعم أحسن الله عليك. قلتم كيف نخاف من الشرك يا رب العمر؟ نخاف من الشرك، كيف نخاف من الشرك؟ بتعلم التوحيد، تعلم الشرك، تعلم الشرك، الدعاء، الدعاء،
البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، البعد عن المشركين. نعم غيره أخوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم الشيخ. ذكر المؤلف فضل التوحيد، فضل التوحيد وذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، بل أن الله سبحانه وتعالى من سعة جوده وفضله يوجب الشيء ويعطي عليه الأجور الكثيرة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. نعم تمام، الله يبارك فيك. ولهذا لا يمكن يأتي واحد يقول ذكر فضل التوحيد والتوحيد عنده ليس بواجب، هو قدم باب وجوب التوحيد وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق غيره. ها يا أخوان يا أخي، إنا لله وإنا إليه، أين كنتم أنتم معنا؟ نعم الشيخ. فائدة واحدة من تحقيق التوحيد الخوف من ضده والدعاء لشهادة إلا إلى الله، ولا نهاية الكتاب من تحقيق التوحيد. وتفسير التوحيد قلنا إظهار التوحيد، فسر التوحيد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، لأنه قال في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني من هنا إلى نهاية الكتاب أنا سأشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. المسائل إخواننا مسائل كتاب التوحيد، مسائل كتاب التوحيد فيه مسائل، هذه المسائل ليست من كتاب التوحيد، هذه كالشرح لكتاب التوحيد. من وضعها؟ المؤلف نفسه. أحسن من يشرح الكتاب بن عثيمين رحمه الله؟ لا، المؤلف. إذن أنت أفضل شيء أنك تحفظ المسائل مع الكتاب. لماذا؟ لأن من هذه من وضع المؤلف رحمه الله، مهمة جدا. أحسن من يعرف المقصود هو المؤلف رحمه الله، مفهوم؟ فالمسائل هذه مهمة جدا. تمام. نعم وين وصلنا؟ وصلنا في تفسير التوحيد، ذكرنا الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة أنها بابها باب الدعاء، صح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشرط أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. تمام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الذبح، أنواع الذبح أخذنا في الأصول الثلاثة، من يقول لي أقسام الذبح؟ نعم الشيخ عمر وانت واقف. ذبح لله مثل هدي وأضاحي وعقيق وصدقات. الثاني ذبح لغير الله وتسكت خطأ، ذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر كالذبح للجن ولأصحاب القبور. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل أو يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. تمام أجلس. المؤلف رحمه الله قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، مفهوم؟ إيش قال؟ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا على ماذا؟ مسجد ضرار. وقال إيش؟ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فهمتم؟ فحسن الظن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقول هذا خطأ من بعض النساخ، إيش رأيكم؟ لا، يقول الشيخ كيف يا أخي، اسمع الشيخ الأوقف هذا يقول لا ما في خطأ، انتبه معي. الشيخ يقول هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، الموضوع في إيش؟ في الذبح. وش الآية؟ قال لا تقم فيه أبدا، هذا على مس الضرار، لأن أهل النفاق عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بنوا مسجد، هذا المسجد هو مسجد إيش؟ ضرار. ما معنى ضرار؟ يعني مضارة بالمؤمنين، بدل أن يصلي في قباء صفين يصلي صف واحد، وتفريق وإرصاد وكفر ومحاربة، صح؟ إذا بني المسجد هذا لأسباب، ما هي؟ الكفر والتفريق والإرصاد والمحاربة. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، إيش علاقة الذبح
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله وما تصير ضرر، ما في علاقة. قال خطأ من بعض النسخ وانتهينا. الشيخ يقول لا ما في خطأ. نعم بين لنا. يقول لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ضراء، صلاة لمن؟ لله صح؟ لكن المكان يقرر في الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة مضار، مسجد ضراء، فمنع من الصلاة. والصلاة إيش؟ عباد، والذبح عباد. من يقول خطأ؟ ما مفهوم يا أخي. قلنا فقه المؤلف يتضح فيها. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. إذن لابد نعرف فقه إيش المؤلف رحمه الله. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، الصلاة عبادة. ولو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ضرار كان صلى لله، لكن المكان يقرر في الكفر والإصال. كذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يمنع. ويريد يذبح لله ما يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب وين مسجد ضرار؟ من يعرف أين يقع مسجد ضرار يا إخوان؟ لو واحد جاك من المعتمرين اليوم يا شيخ عمر وانت من أهل المدينة وقال بالله يا عمر بين لي وضح لي وين مسجد ضرار للتاريخ بس، ما عندي مشرك ما عندي مشاكل لا تخاف. ها ايش تصنع؟ قال والله ما أدلك عليه. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرقه. حرق، الحرق في إتلاف للمال، الحرق في إتلاف للمال صح؟ يعني الحين هذا يلعب بالجوال، لو أخذنا الجوال وكسرنا تأديب يصح أو لا يصح؟ كيف لا يصح؟ إتلاف المال إذا كان فيه مصلحة راجحة يصح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق رحل الغال الذي يغل من الغنيمة، يعني يأخذ من الغنيمة بغير حق أو قبل أن تقسم يحرق رحله، وهذا فيه إتلاف للمال صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يطرد من في هذا المسجد مسجد ضرار من المنافقين، ويعين فيه رجل من الصحابة رضوان الله عليه مثل معاذ رضي الله عنه، ويصبح المسجد مسجد إيش؟ أسس على التقوى. لا ما يمكن. ليش؟ حتى لا أحد يتذكر إيش هذا الشرك وهذا الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة. إذن إتلاف المال إذا كان في مصلحة راجحة يصح. نعم سليمان عليه الصلاة والسلام قال ردوها علي، يقال أنه ذبح الخيل تقربا لله لأنها ألهته عن ذكر الله. عوض الله بإيش؟ بالريح، غدوها شهر ورواحها شهر. ومن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. فإذا الجوال ألهاك عن ذكر الله والصور وكذا كسر الجوال ولا عليك. مفهوم؟